ثم معانا الاستاذ الدكتور محمد صدقي استاذ امراض الصدر والحساسيه بجامعه الازهر. دكتور ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا طبعا. هو الخبر مش هيبقى مفاجاه بالنسبه للمدخنين، يعني هو مش هيبقى فارق معاهم، احنا بنكتشف كل يوم ايه في السيجاره. لكن انا مش عارفه امتى يعني اي شخص بيدخن، بعيدا عن فكره طبعا انها فلوس مهدره وبتتحرق على الفاضي، انه صحته كمان بتتحرق، ممكن يقتنع انه يبطل تدخين. انا مش عارفه بقى حضرتك ممكن يعني ترد على اي مدخن او تكلم اي مدخن تقول له ايه. هو الحقيقه المشكله في التدخين انه الاثار المدمره بتاعته ما بتجيش وقتيه ولحظيه. صح. بمعنى انا لو قلت له انت لو شربت السيجاره دي او شربت النهارده او شربت السنه دي سجاير وهيحصل لك ضيق شعبي والتهاب شعبي وهيحصل لك ورم في الرئه وسرطان في الرئه، هيقول اعوذ بالله ويروح يقوم السيجاره. انما المشكله في التدخين ان اثاره على المدى الطويل. صح. عارفه زي بالظبط اللي بيعصي ربنا كده، لو بيعصي ربنا كل واحد هيقول له لو عملت ده انا هدخلك النار دلوقتي. محدش يعصي ربنا خالص. انما يقول لك يا عم فين يوم الاخره بقى مش عارف ايه. مش كده؟ فدايما التدخين بيبقى نفس الحكايه. التدخين المشكله بتاعته زي ما بقول ان هي بتعمل ضرر بس على المدى الطويل. انما المريض لما بيجيني في العياده وعنده نهجان من اقل مجهود زي ما بيقولوا بيشحت الهواء، بيبقى ساعتها يقول يا ريتني ما كنت دخنت. لما يجي له سرطان في الرئه يقول يا ريتني ما كنت دخنت. وبالحقيقه انا بستعجب انه يبقى مدخن مثلا وابتدى يجي له شويه التهاب شعبيه او ابتدى يتعب او ينهج وبرضه بيدخن، مستني لما ينهج من اقل مجهود. يعني دايما انا بنصح المدخنين طبعا بالاقلاع عن التدخين. ليه بقى؟ لانه اول حاجه ان هو بيدمر الجهاز المناعي بتاع الجهاز التنفسي. هو يعني كفايه قوي تلوث البيئه اللي عندنا. فمبقاش تلوث بايدينا كمان، يعني تلوث البيئه اوقات بيبقى غصب عننا. كويس؟ انما تلوث بقى اللي انا بعمله بايدي مباشر كمان، يعني مباشر، يعني الدخان بيدخل للرئه مباشره. على طول ما فيهاش كلام، انا ممكن ان انا اقول دايما، كنت دايما في اي حلقه بتكلم فيها بقول انا في الاكل ممكن اقول باكل ده وما اكلش ده، انما مش ممكن في الهواء اقول والله انا هتنفس شويه دول وبلاش شويه دول بالوحشين. صح. فغصب عني باخد ده. المفروض ان انا بحاول ان انا انظف الرئه مش ابوظها. الجهاز المناعي بيدمر تماما، الاهداب اللي بتنظف الرئه باستمرار دي، في حاجه اسمها اهداب موجوده في الجهاز التنفسي وفي الممرات الهوائيه بتكبس دايما كل الغبار والتراب وكل المواد الغريبه اللي موجوده طول النهار اللي احنا بنستنشقها. الاهداف دي بتدمر تماما من التدخين، وبالتالي اي ميكروب صغير جدا ولو نزلت برد ممكن يعمل التهاب شعبي والتهاب رئوي، ويبقى دايما عرضه للالتهابات الشعبيه والالتهابات التنفسيه. وكمان انا بلاقي اتفضل. وكمان انا بلاقي نفسي ناس عندي في بشوفهم كتير عندهم حساسيه صدر. اه كويس. وبيجي لهم ازمات ربويه والاقيه كمان بيدخن. يعني هو مش ناقصه سد، هي عندك هي مسؤوله. الغريب يا دكتور انه ممكن يبقى شخص رقيق الحال، يعني ان هو حالته الماديه ما هياش كويسه، لكن ورغم غلاء يعني ثمن علبه السيجاره، لكن علبه السجاير، لكن رغم كده تلاقيه يقول لك انا ما اقدرش، يعني كله الا السجاير. ما هو خلاص هو دخل في مرحله الادمان. طب هل في احصائيه او يعني دراسه معينه بتقول انه كام في الميه انه الاب المدخن ولاده كمان بيطلعوا مدخنين؟ يعني في احصائيه بتقول او دراسه حوالي 5%. يعني نصهم ممكن اصول التدخين ده ما يعرفش مزاج، يعني ممكن ولد يرفض ده وممكن ولد يقلد ابوه بالظبط. بس في بقى التدخين السلبي، يعني طول ما الاب بيدخن ولو بيدخن في البيت طبعا سواء الام بقى الام الحامل بتاثر على الجنين بتاعها، بتاثر على اطفالها طبعا. الراجل اللي بيدخن فاهم ازاي؟ يعني انا برضو بلاقي اليومين دول انت عارفه نزلات البرد والانفلونزا فظيعه، وبشوف التهابات الرئويه السنه دي كمان فظيعه جدا، لانه يظهر الناس الجهاز المناعي بتاعهم اصلا كده كده مرتبك من كل حاجه في الدنيا. احنا بنزود عليك اكتر. بالظبط. طب اخيرا يا دكتور، هل ليك نصايح بقى للي عاوز يبطل التدخين ومش قادر؟ يعني طبعا هي حاجه صعبه مش سهله. هو محتاج دايما قاعده نفسيه. كويس؟ انت بتدخل ليه؟ وعشان ايه؟ وابين له الاضرار. والحاجه الثانيه ان احنا نقول له كل الاثار المدمره اللي احنا بنقول عليها ده. تمام. ايه المشكله في عندك بتدخل ليه وهكذا؟ ونقول له الاضرار اللي بتحصل
وبعد كده نبتدي نشجعه بقى. طب انت حاول طيب تبقى اسبوع كده. الحاجة التانية انه يعني اذا كان مثلا بيقعد مع اصحاب مدخنين لو سابهم الموضوع هيبقى كويس قوي، انما الشلة مع بعض يلا ندخل ده بيد سجارة وده بيد سجارة، اشوف الصحبة دهيا وابعد عنها شوية شوية هقدر اقلع للتدخين. تمام، بشكر حضرتك.